هانا الناس الزوينين في الخدمه. كنت بغيت ندير معكم واحد الفيديو في الخدمه هنا فين كنجفف فوق داك الشيء، ولكن ما لقيتش لي يصورني وما عنديش كي ندير. شكرا لكم بزاف، وهذا خطكم عليا عافاكم. هانتوما خليكم مع الفيديو تفرجوا له وبارطاجيو القناه ديالي. درت لكم العار ديال امكم، هادو اللي كيعايروني يعني كيبغيو يعقدوني في حياتي باش نحيد القناه، وراجلي بغى يحيدها لي. الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني على هاد القناه. درت لكم العار ديال مامتكم. يلا السلام عليكم، خليكم مع الفيديو. السلام عليكم احبابي الناس الزوينين، هانتوما يا سي نور راني يديهم يقراو. مشى عليا الحال على الجفاف الخدمه. هانتوما خوتي سمحوا لي على داك اللايف اللي هضرت فيه، الله يرحم لكم الوالدين. هذاك اللايف انا كنت خرجت حيت كنحرق لي خاطري من عايروني في دوك الكومونتيرات. ماما خصنيش نرد حشاكم على الحشرات، اسكتي. من عايروني في دوك الكومونتيرات وخرجت نعاير، ما كنتش عارفه شكون، وخرجت كنبكي ما عرفتش شكون، ولكن دابا عرفت شكون. هذيك مفلوسي خرجت كتعايرني ما درت ليها حتى شي حاجه، الله ياخذ فيها الحق. وعايرتني بولادي، صيفطت لي الاوديويات اللي كيجرحوا في القلب. عايرتني بولادي وبخوتي وبراجلي. وهاجي منا وحنا غاديين. زيد ياسين منا هاجي فين؟ هاجي ندوزو منا نمشيو نجيو نطيحو منا. اجي منين؟ اجي حمل هايك. يلا دوزو تما، حنا ندوزو. ايوا قلت ليكم اخوتي وعايرتني بلي ما فياش، ولكن انا ما غاديش نهبط للمستوى ديالها ونعايرها. وحطيت النمره ديالي حدا الكونت. راه جا ولدي حطيت النمره ديالي حدا الكونت، قلت لهم اللي بغى يساعدني. وعايرتني بالسعايه، وشي وحده هزات النمره ديالي وعيطات لي، يعني كتعرفها، وعيطات لي وحق الله. قالت لي اللي عايرتك بولادك قول لها علاش تعايريني بولادي. ها انتم اخوتي من هبطنا. قالت لي قول لها علاش غتعايريني بولادي، شنو كندير؟ كنضرب عليهم الجفاف، كبرتهم 16 عام. دابا 15 عام ولا 16 عام ملي تلاقيت مع ولد الناس. هي تزوجات يلا 3 سنين، نهار اللي تزوجات تسدات علينا مليليا، دخل لك حط هالك حط الاول، لك حط الثاني، الراجل مرض. المهم ما غاديش نعاود لكم القصه ديالها، الا جيت نعاود لكم القصه ديالها غادي ندير. والاوديويات خبعتهم، كلشي خبعته. علاش خبعت داك الشيء خوتي؟ ولادي سبقوني. علاش خبعت هذاك الشيء خوتي؟ باش الا شي حاجه نمشي للمخزن، فهمتوا؟ شي حاجه. ولكن انا هما راه عندهم الفلوس، هي راه عائلتها عندهم فلوس، لاباس عليهم، عندهم اللي يوقف معاهم. انا عندي الله سبحانه وتعالى، انا عندي الله. وانا ما بغيتش، انا عيطوا لي الناس قالوا لي سمية الا بغيتي نبغيوك ما تخرجي، خلي قناتك زوينه ما شاء الله، ما تخرجيش بشي فيديو تعايرني بهادي. واش انا بالسعايه الا سعيت خوتي يطلعوني ولا خوتي يعطيوني المسلمين؟ ما عنديش، ما عنديش. ها بنتي راه درانيا عمان وهي كتلبس فيها. انا دابا غادي نبقى نقول لكم كلشي، علاش نخبي؟ والله ما نخبي، اللي بقلبي نبقى نقوله لكم. والهنا خديكم عليا، والله يخليكم ليا. تمشي رانيا، درت لكم الله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو هاد القناه ديالي، بارطاجيوها. وغنمشي كنت كندير شويه، دابا لا، غنمشي عند الصحافه، غنمشي عند هادي، غنمشي فين ما لقيت شي باب قالوا لي ودي سيري لهاد الباب غنمشي له، حيت نستاهل. سمعتي؟ باش توصلي انتيا وتعايري بولادي وبراجلي، انا لا ما غنوصلش للمستوى ديالها وما غنعايرهاش في القناه ديالي، حيت القناه ديالي زوينه ما شاء الله. القناه ديالي كيدخلوها الناس الزوينين. القناه ديالي الحمد لله اوكي، وكيعيطوا لي غير الناس الزوينين وكيقولوا لي ما تفتيش راسك. وهالنمره ديالي اخوتي وغنحط عاوتاني الكونت ديالي، استغفر الله، وما فيها حتى شي عيب. ولا فيها شي عيب كتبوا لي في الكومونتير وقولوا لي سميه راه فيها عيب. ما كندير حتى شي حاجه عيب اخوتي، كنخدم على وليداتي. الله ياخذ فيها الحق. جرحتني، نوضت الفتنه، نوضت العافيه. وانا يا حق الله العظيم ما عمرك كنوين نجرح شي واحد، وعمري جرحت شي واحد، عمري وصلت شي واحد بشي كلام بالعيب. حرام حرام عليا. ويلا جبت شي واحد بالعيب يقولها لي، ويلا جرحت شي بنادم تعايري في الكرامه ديالو. ها انا بديت، الا بغيت نحكي لكم قصتي
ان شاء الله غادي يجي نهار وغادي نحكي لكم كيفاش تلاقيت مع راجلي وكيفاش ديتو، نحكي لكم داكشي مطقطقت. السلام عليكم. حيت الله عارف اتاي الا كانت هي تزوجات كتقول انا وانا ودرت العرس، شنو درتي شنو درتي شنو درتي بهذا العرس؟ شنو والحياه هي بنادم يخدم ويتجامع على على طرف الخبز وعلى ها انتم اخوتي من كندوز ها عشاكم شوفوا الواد. لا اله الا محمد رسول الله. تهانيت بزاف اخوتي فكر ماشي بحالي انا اللي غيتهانو، ماشي بحالي انا اللي غيتهانو، حتى شي وحده عندها حتى شي وحده لاباس عليها حتى شي وحده. واش نتهانى انا يا خوتي؟ نتهانى انا اللي كنضرب الجفاف؟ نتهانى انا ها اللي العيد ما لقيتش باش نعيدو؟ عيدوا لي غير الناس الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم ها. نتهانى انا اللي وصل عيد الصغير ما لقيتش باش نكسي ولادي؟ عاونوني غير الناس وربي شاهد عليا. شتو انا ما تسمحوا ليش الا عندي غير 100 درهم، 100 درهم كنبان هي الاميره، غير 100 درهم كتكون في بسطامي كنكون وحده اخرى. سير بالك حيد نشري حالك، وإلا بديت ان شاء الله وغادي نبدا نتخلص وغتكبر ليا القناه وغادي نعاون البوبريه اللي بحالي نعقل عليهم ونعاونهم. سمعتوا والله يخطيكم الناس الزوينين والله يخليكم ليا. اش غنقول لكم؟ غادي نخليكم هنايا. حنا وصلنا ما شقا باش كنوصلوا للمدرسه والله العظيم. انا وصلت للمدرسه ها هي، غادي نمشي ندخل وليداتي يقراو وغادي نشوف واش نكمل معكم الفيديو. غادي نمشي للخدمه، الا لقيت شي لقطات غادي نكملهم معكم، ما لقيتش الا ما لقيتش بركه الناس الزوينين مازال ندير معكم فيديو في الخدمه ديالي وتشوفوا اختكم سميه فين كتخدم وتشوفوا فين كضرب الجفاف. والله العظيم جيت نغسل الغسر جم يدي كامله زرقاء، والله لو كان محشمت من الناس وكنحشم على عراضي غادي نعري على يدي وتشوفوها. جيت نغسل خوتكم غير سجم نطلع واحد السجم نغسلو كليت الضربه وهكاك وكنخدم، ومرات توصلت للموت وكنخدم. اجي رانيا. ايوا خوتي اش غنقول لكم؟ الهلا يخطيكم عليا. ودابا غادي انا داكشي اللي في قلبي غادي نقول اللي كنعيشو كنقوله لكم، وغادي نولي نقول لكم وغادي نزيد نقول لكم. والهلا يخطيكم عليا. واش غنقول لكم؟ سمحوا لي على هذا الفيديو بزاف، وشكرا للناس اللي كيبارطاجيوني، وشكرا للناس الزوينين ماشي الناس الخايبين، الناس الزوينين كلشي اللي كيدخل عندي زوين الا واحد الحشره اللي خايبه. نوضات الروعة ونوضات العافية وخلاتنا البارح والله اخوتي ما مغدية البارح نهار كامل ممصلية، يعني اللي كيعرفني راه الوالدة عاودت ليها صحاباتي عاودت ليهم نهار كامل. يلا ياسين اجي منا. نوضات نوضات العافية نوضات نوضات الشياط. انا يا غير هدرت معاها قلت لها اش درت لك بعدي مني وجيت تشوفوا المعيار، وغادي نحط الكونت ديالي وغنحط النمرة ديالي في هاد الاخر، واللي بغاني يعيط لي واللي بغى يسمع دوك الاوديوات نصيفط ليه مطقطقت. السلام عليكم. الا كان فيا العيب يقول لي تفو عليك الكلبه راكي ما كتسويش حاشاكم. يلا قول لهم السلام عليكم يا ياسين. سلامه. يلا ها رانيا قول لهم سلامه. ها هيا رانيا قول لهم باي باي. باي باي. قول لهم شكرا للناس الزوينين. شكرا اللي كيتابعونا. وشكرا هذيك اللي عايرات ماما. قول لهم شكرا هذيك اللي عايرات ماما. يلا حبايبي.